فيصل بالزين أو كيف ما تعرف عند الجماهير باسم سطيش، هو ممثل مسرحي وتلفزي، تولد في 12 جانفي 1964 وأصيل ولاية الكاف، وين قدم أدوار هامة خلته يعمل اسم كبير في الساحة الفنية على غرار مشاركته في مسلسل منامة عروسية ومسلسل الخطاب على الباب. يعطيك لب ان شاء الله، يا ماما انت بجعتني. ايش بيك يا عبده؟ ايش بيك تبعك قاسي مش موتي وجهك الزين؟ لماذا كل ما نجيكي تقابلني كلب الكشي والنش؟ هذا وشارك فيصل بالزين في سلسله لوتيل، اضافه الى سلسله شوف لي حل، وين اصبح اسمه عند الكثيرين خاصه عند الصغيرات فوشيكا. اسبوعي مثبت اليوم سبوت مش كاميرا كاشي، مريتش كاميرا مخبي ولا حاجه. وبالنسبه للمسرح فإنه فيصل بالزين قدم عديد العروض، نذكر منها مسرحية حلواني باب سويقة وثورة الطبيعة، إضافة إلى مسرحية المانيشة العمار في جزءها الثاني وغيرها من الأعمال الهامة. وهو اليوم ضيف نسمة رمضان باش يحكي لنا على أعماله الجديدة وخاصة الإخراجية اللي برشا جماهير ما يعرفوهاش. باي باي نعيمتي.